زميل فتح الله مريح. مساء النور زميلي شحادي، أتواجد هنا في قرية كابول بمحل عطر الشام للحلويات. بالفعل موسم رمضان، شهر رمضان وموسم الحلويات المعروف بشهر رمضان، يعني ليس يعني هنا مائدة رمضان بالمجتمع العربي للصائمون لا تخلو من الحلويات. علما زميلي شحادي أن رمضان في العام الماضي قد عانت محلات الحلويات من إغلاقات لساعات معينة، حتى أنه كان بعض الأحيان يعني صعوبة لوصول الناس لأخذ حلوياتهم، يعني إذا كان الإغلاق يشمل على البلدات مثلا وهنالك أشخاص يحبون أن يخرجوا لبلدات أخرى لشراء حلوياتهم، كان يصعب عليهم الذهاب للمحلات التي يرغبون شراء الحلويات منها. هذا الشهر الكثير من أصحاب المحلات الخاصة بالحلويات يعولون على هذا الشهر، انتظروا هذا الشهر، انتظروا هذا الموسم، لأن الحلويات مطلوبة كثيرا بشهر رمضان. إلى جانبي عبد الوهاب إبراهيم صاحب محل عطر الشام، الحلو مائدة رئيسية. بداية استعداتوا لاستقبال شهر رمضان؟ المون كثيرة والمواد الخام اللي بدكم إياها يعني مطلوبة كثير كثير، جهزتوا برداتكم المخازن عندكم؟ أول شيء دنيا مساء الله يمسيكم بالخير للجميع. طبعا باسمي كصاحب محل حلويات عطر الشام راح أنا أحكي كلمة. أول شيء بتمنى أن يكون شهر خير وشهر بركة على الجميع بإذن رب العالمين، يختلف كليا عن الشهر السنة اللي ألطات، لأنه كان فعلا معاناة كبيرة زي ما حكى الأخ فتح، عانينا بشكل صعب بشكل قاسي، وكان كل شيء عندنا صعب، حتى كان تسكير المحلات تسكير بساعات محددة وطلع إرساليات وما تطلعش إرساليات، كان الوضع ممل ومتعب جدا. السنة احنا تأملنا وأملنا بالله كبير إن شاء الله رب العالمين، متأملين الخير طبعا. اليوم جهزنا حالنا من جمعة، إنه أسبوع 10 أيام تقريبا عم نجهز حالنا من جميع النواحي، بنجهز حالنا في شغلات جديدة، حلويات جديدة اللي الناس بتحبها، الناس دائما بتحب التجديد، بتحب تشوف جديد، وإحنا بإذن الله وبإذن رب العالمين محل حلويات عطر الشام في كابول معروف عنا بالسنوات السابقة إنه كان كل وقت عندنا تجديدات، كل يوم كل يوم كان في عندنا أشياء جديدة. إيش الجديد اللي ممكن نشوفه برمضان هذا اللي ما شفناش بالشهر الماضي؟ هل الحلو السخن البارد رح يكون بارد وسخن؟ إحنا بشهر يعني رح نكون بشهر 4 وبشهر 5 بشهر رمضان. أول شغلة طبعا إحنا الحلو العادي الناشف البقلاوات اللي نحكي عنها بشكل عام ما بنستغنى عنها، دائما لابد، إلا في ناس بتحب أي شغلات كمان في رمضان. بس في شغله اليوم اللي دارجه عندنا في رمضان ما تعرف عليها دائما، اللي هي الحلو السخن، دائما الحلويات السخنه. الشاطر اللي بده يحاول يبدع ويطلع شغلات اللي تكون حسب طلب الزباين، حسب طلب الناس، شو ممكن الناس بتحب، شو الناس ممكن ترغب، شو تغير انت، تبدلون تجددون، حتى الناس تجيب الناس وتخلي الناس تقبل عليك وعلى محلك. احنا استعدينا بشكل عام، احنا من السنوات السابقه الناس بتشهد الحمد لله رب العالمين والزبائن بتشهد انه انا دائما كان عندي تجديد على مدار الشهر ده من اول يوم لحتى اخر يوم، كان كل يوم يكون في عندي شيء جديد ونوع جديد من الحلويات. الحمد لله رب العالمين السنه راح يكون كمان في جديد. ايش الساعات اللي بتيجي فيها الناس ضغط الحلو بشهر رمضان؟ ايش هي الساعات ما قبل الافطار او بعد الافطار؟ بشكل عام دائما بتيجي الناس قبل الفطور، الزحمه بتكون قبل الفطور، بس في ناس اللي بتحب بعد ما تفطر بنص ساعه او ساعه بتحب تيجي تصل زي ما انتم شايفين في عندي محل برا قاعده طاوله طاولات كراسي، بتيجي عائلات صبايا اصحاب شباب بيجي بيقعدوا برا بداونوا بياكلوا كنافه بياكلوا اشياء الحلويات الجديده، بيسالوا شو في عندك اشياء جديده ممكن تطعمينا اياها وتذوقنا اياها. بس الناس بشكل عام بتحب الحلو يكون بعد الفطور، بعد الافطار بنص ساعه ساعه حتى الناس ترتاح من نهار الصوم متعب، فطور مره واحده، بعد الافطار دائما الناس بتحب تتحلى. والاشياء المميزه طبعا او المفضله بتكون في الحلويات بشهر رمضان هي ما تعرف عليها القطايف والعوامي طبعا والكنافه النابلسيه، واحنا الحمد لله رب العالمين القطايف والعوامي والنابلسيه، الكنافه النابلسيه او الكنافه الشاميه. طبعا انا العام دخلت كنافه تركيه ودخلت كنافه اسطنبوليه، ما خليتش العام انواع، جددت من جميعه ودخلت كمان نوع جديد كان بسميناه كنافه عطر الشام. هاي الكنافات طبعا هاي الشغلات بتشوفها غير في عنا وفي محلنا. عمليا يعني عالم الحلويات كبير، ادخال حلويات كثيره. خلينا لو اجرينا يعني مقارنه ما بين العام الماضي او رمضان السابق واليوم، تستنوا هذا الموسم؟ بدكم تعوضوا اللي صار؟ شو الاختلاف اللي راح يكون؟ اشتقتوا لهذا الموسم انتم كاصحاب محلات حلويات؟ كان عندكم تحديات اللي راحت وخلصتوا منها؟ الحقيقه التحديات اللي كانت بالسنه اللي قلطت او برمضان اللي قلط كانت تحديات صعبه كبيره، مش صعبه اللي نقول كلمه هوينه، مش كلمه هوينه، كان في عندنا صعوبات كبيره كبيره، والسنه كمان واجهنا صعوبات. ليش؟ لانه لسه احنا طلعنا من ازمه الكورونا ومتامل انه كنا انتهينا من ازمه الكورونا، بس في شغله هنا اللي انا لازم اذكرها ومهم اني اذكرها، الاسعار اللي طلعت وازدادت
على محلات اللي احنا الاشياء اللي ممكن نستغلها في محلات الحلاوة اشياء لا تصدق. اليوم كل شيء غلي عندنا، ان كان السمن، ان كان الزيت، ان كان السكر، ان كان كل اي شيء ممكن نستعمله احنا للحلاوة غلي، يطلع السعر تبعه 40%. طبعا هذا شيء احنا طالعين من ازمه كورونا، واحنا اكثر محلات واكثر ناس اللي احنا عانينا من هاي المشكله، مشكله الكورونا او الجائحه اللي بنسميها كورونا، عانينا كثير، وبتامل انها تكون هاي نهايتها واخرتها. نتامل انه ربنا يوقف معنا ونكون معنا ان شاء الله رب العالمين، انه نقدر نشتغل اكثر ونعوض السنه اللي قلطت والخساره اللي اخذناها او كسبناها بالسنه اللي قلطت. احنا بنقول ان شاء الله رب العالمين تكون سنه خير باذن رب العالمين، شهر خير. يعني عمليا انت بتحكي انه المواد الخام، يعني المواد الجبنه وكل هاي الامور اللي تضاف ارتفع سعرها، لكن الاسعار بقيت كما ما هي لانكم تحافظوا على زباينكم بشكل عام. المجتمع العربي محلات الحلو بتحافظ على زباينها، اثر هذا بياثر بشكل عام على الزبائن على ارتفاع الاسعار الحلويه؟ يعني بالصدفه انا بحكي عن شغله، حكيت عن الشغلات الخام اللي السمنه، الزيت، السكر، هاي الشغلات كلها النشا كل اشياء ارتفعت. الشغله الوحيده اللي ما رفعوهاش علينا وقفوا معنا طبعا الجبنه، سعر الجبنه ظلوا زي ما هو الحمد لله رب العالمين ما غلوش كمان. صحيح احنا بالاول كانت نسبتنا معقوله، خلينا نقول كانت نسبه الربح تبعتنا معقوله، السنه انا بتحدى انه يكون في ربح. اذا بدها تظل السعر زي ما هو كيف كنا العام واول العام، انا بتحدى انه يكون في ربح بهي السنه، او يعني راح يكون ربحنا شيء بسيط جدا جدا جدا، نسبه ضئيله جدا جدا، وكمان راح يعني. بس الحمد لله رب العالمين احنا بنضلنا كسبانين زبايننا وكسبانين الناس، وخلينا نشوف الناس مبسوطه وفرحانه، مش مهم نتحمل كمان سنين. بين سؤال يطرح اخ عبد الوهاب، شو سبب ارتفاع اسعار مواد الخام؟ هي اغلاق السماء، المطارات، او شو السبب؟ المواد الخام هاي ارتفعت في البلاد، في الدوله نفسها مثلا؟ ارتفعت في الدوله نفسها وارتفعت في العالم كله. احنا اليوم عم نحكي مع محلات، انا بحكي مع تجار اليوم، انا بلاقي مثلا في دكان اللي مخزن عنده في المخازن عنده، انا لقيت عنده اسعار ارخص من المستورد نفسه. يعني اخذت استغلت كميه معينه اللي اشتريتها واستغلتها وجهزت حالي. بس اللي انا بدي اوصله اليوم، السفينه اللي بالحكي كله الخراف او الموضوع اللي اليوم شائع، السفينه اللي وقفت ب ب ب بقناه السويس، قناه السويس اللي هي سكرت عمليا، خلت السفن كلها ترجع وتلف من حول دول افريقيا وترجع يعني عمليا غلت كل تكلفه السفر، تكلفه النقل عمليا. اصحاب التجار حتى الكبار يعني عم تحكي معهم، بتوقف معهم بقول لك كنا نجيب الكونتينر او نجيب النقله من الصين او من تركيا او من اي محل من اي دوله ثانيه 3500 دولار، اليوم عم بدفع 10000 و12 دولار كمان 12000 دولار كمان. الناس هاي السخانين او الوكيلين اللي هي لباقي الدول في دول العالم، كان بالصين او في تركيا او غيره، طبعا هاي سبب احد الاسباب. اما عدا عن هيك انا ما بعرف، يعني النسبه اللي احنا بنحكي عنها نسبه 40%، يعني هي مش كلمه، مش نسبه قليله اللي احنا بنحكي عنها. عمليا انت رفعت السعر ثلث او اكثر من الثلث، خلينا نقول اكثر من الثلث النسبه اللي 40%، يعني مش 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 نسبه قليله خلينا نقول. بس بينما انا اليوم بمحل الحلو تبعي بدي بقدرش ابيع، اليوم انا ببيع الكيلو الحلو ب 40 شيكل مثلا او 35 شيكل، واجي اسا اغليها ل 45 او ل 50 شيكل، بيجي الزبون بيقول شو بصير؟ يعني كمان الزبون بيستصعب، كمان الناس طالعه من هاي الجائحه، مش بس احنا، الوضع صعب، الوضع مش مريح. نتامل انه يكون السنه راحه وراحه بال وهدات بال للجميع ان شاء الله. اخ عبد الوهاب ابراهيم شكرا لك، كل عام وانت بخير، رمضان كريم وينعاد علينا وعليكم بالسلامه. قبل كل شيء دعوه خاصه لكل طاقم هلا، محطه هلا على محل حلوات عطر الشام، وبتيجوا بتشرفوا محلكم، يا ميت اهلا وسهلا فيكم، وبنذوقكم طبعا في اول رمضان او ثاني رمضان، وانت بدكم بايام في رمضان بتشوفوا الحلوات اللي احنا بنحكي عنها. انا بحكي عن 10 و15 و20 نوع حلو سخن ممكن يكون عندنا في رمضان، واهلا وسهلا بالجميع، وبتامل انه الجميع يشاركنا ويزورونا ويشوفوا عن ايش احنا بنحكي ويذوقوا حلوياتنا واللذه والمتعه اللي راح تلاقوها عندنا في حلوات عطر الشام. اخ عبد الوهاب شكرا جزيلا لك، شكرا، رمضان كريم. بالفعل محلات الحلويات تستعد، تحديات تحدث عنها عبد الوهاب إبراهيم حول رفع أو ارتفاع أسعار مواد الخام ولأسباب كثيرة منها أزمة الكورونا، لكن محلات الحلويات مفتوحة في كل المجتمع العربي تنتظر زبائنها. كل عام وأنتم بخير، نعيد البث إليكم من هنا من قرية كابول مباشرة إلى استديوهاتنا في قناة هلا، شكرا.